طلعنا العبارة ما شاء الله معنا تريلات يا كبرى ما شاء الله تبارك الرحمن. في عندك شركتين طلعك من ولينغتون إلى بيكتون، ما يهم أي واحدة، الأهم الأرخص. السلام عليكم. طلعنا عبارة تجينا إن شاء الله إلى بيكتون في الجزيرة الجنوبية. الآن في الجزيرة الشمالية، المسافة يمكن ثلاث ساعات ونص حسب الموج. ليش كذا حبيت ولمت؟ ولينغتون العاصمة مدينة الرياح، فيها جامعة فيكتوريا جامعة معروفة، فيها معاهد NZUC وفي كامبل. المدينة صراحة جميلة، إذا في شيء يعيبه فقط اللي هو الرياح. سبب شدة الرياح يعد مطارها من أحد أصعب المطارات هبوطا في العالم. إذا ما عندك مشكلة مع الهواء الله يقويك. زي ما انتم شايفين المدينة كلها تضرب فوق تحت. كنا في سيتي سنتر قبل شوية طلعنا منه. الشركة بقدر ما يهمك كم السعر. الهاتف مثل هذه كل هولدي سكول هولدي إجازة حقت المدارس سعرها شوي مرتفع. طلعنا احنا 3 أشخاص، سيارة واحدة 270 تقريبا، غير الموسم ده فيها 50-200 أو أقل. طبعا عبارة ما شاء الله مثل ما قلت مرة كبيرة، احنا الآن في الأعلى تقريبا منتصفها. شوف كم التريلا موجودة هنا غير اللي تحت. برد بننزل تحت. بالنسبة لحجز العبارة ممكن تحجزها من موقعهم على النت مباشرة الشركتين، أو إنك تحجزها عن طريق موقع الآي سايت أو أي فندق إذا كنت موجود فيه تقول له حجز العبارة حيحجز لك عبارة على طول. العبارة طبعا السعر يعني غالبا ثابت، المكاتب أغلبها خاصة مكتب الحكومة الآي سايت ما ياخذ مبلغ عليها زيادة. تمام. ايضا لو كتبت من جوجل مثلا كتبت ولينغتون تو بيكتون يعطيك على طول ان شاء الله الموقع حقهم اثنين، وتختار واحد منهم تحجز. الامر الثاني اذا جيت ان شاء الله لاي واحد منهم الميناء حق الفيري العبارة، لو وصلت تحصل مكتوب دائما مكاتب مكتوب عليها تيرمينال اللي هي الصالة، تروح توقف تنزل الصالة تاخذ يعطونك زي الكرت كذا، وتعطيهم الحجز يعطونك كرت كذا، وتروح تحصل سيارات تصف سيارة معاهم وتنزل تحت إن شاء الله خلال تنظيم معين لكل عبارة وتطلع فيها إن شاء الله. العبارة كبيرة جدا، فيها مطعمين، فيها مطعم قصدي كوفي، وعندك فيها صالة. مثل ما قلت لازم تكون هنا إن شاء الله قبل الرحلة بساعة حتى يكون معك وقت إن شاء الله في تطلع البوردينج حقهم وتصف السيارة معهم في السيارات وتطلع إن شاء الله. الأمر الثاني العبارة ما شاء الله جدا كبيرة، فيها دورين، فيها كابينة فوق ومطعم كوفي مثل ما قلت، والأمر فيها صالة سينما وتقدر تطلع فوق تصور، وتقدر تأخذ معك كذا معك ثلج شاي وقهوة تتقهوى براحتك يعني. هذه بيكتون الحمد لله وصلنا. خال صباح الخير. ما أحب البحر يدوخني، لازم أنام ولا دوخ. عندي للأسف دورة. سليمان كيف الحال؟ أمورك تمام؟ نمت خدت لي رحلة كاملة نايم. دوخني البحر ما أحبه.
هذا مكتب، مكتب صغيرة جدا حلوة، اللي يجيها في مطل فوق، كتب السيارة تطلع فوق الجبل اللي قدام، هي تبعد عن نيلسون تقريبا ساعة وشوي، تطلع منها العبارات إلى ولينغتون. فيها في المرفا الصغير حقها هناك، في جسر كمان صغير حلو صراحة، كلها يخوت صغيرة، والحمد لله على السلامة.